السلام عليكم مرحبا بمتابعي قناه الحميدين اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقه هذه غادي نهضر لكم على الوظيفه ديال الخصائص الفنيه للقصيده الشعريه هنا غنهضر على تحديدا احياء النموذج وسؤال ذات وتكسير البنيه وتجديد الرؤيه كاين فيكم اللي غادي يقول لي هذه الخصائص الفنيه هذه فين كتعطى والى غير ذلك انا ان شاء الله إذا تبعتوا معايا الفيديو غادي تفهموا مزيان جيدا هذه الخصائص الفنيه فين كتعطى وشنو هي الوظيفه ديالها و يعني نوع من النصوص كتعطى هذه واش واش في النص النظري او النص التطبيقي هذه الاشياء ان شاء الله كلها غادي تشوفوها معايا انطلاقا من هذا الفيديو هذا اذا اول حاجه غادي يعني نوريكم يعني هذا السؤال هذا فين كيتحط اذا شوفوا معايا هنايا رصد الخصائص في هذا السؤال هذا تحديدا هي عليه يعني واحد مدور عليه هنايا رصد الخصائص الفنيه للنص بالتركيز على البنيه الايقاعيه والصور الشعريه مع تحديد وظائفهما دونك تحديد وظائفهما هو يعني بيت القصيد ديالنا في هذا الفيديو هذا اذا اول حاجه اش كنقصدوا بالخصائص الفنيه؟ اذا الخصائص الفنيه, إذن الخصائص الفنية شنو فيها فيها البنيه الايقاعيه يعني الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي وفيها الصور الشعريه وفيها الاساليب كان فيكم اللي غادي يقول لي والاساليب ما عطوهاش هنا طبعا غالبا هما تركزوا لكم على جوج ديال الحوايج يا يعني اما البنيه الايقاعيه والصور الشعريه اما الصور الشعريه والاساليب اما البنيه الايقاعيه والاساليب المهم تركزوا على جوج الحوايج وفي حاله ما انهم قالوا لكم رصد الخصائص الفنيه للنص مع تحديد وظائفهما اذا فانتوما معنيين باش تستخرجوا البنيه الايقاعيه والصور الشعريه والاساليب هنا كاين فيكم اللي غادي يخلطها تنقول لك لا علاش قلت كنخلي الاساليب حتى دائما الاساليب كتبقى هي كاع إيه ممكن تطبق الصور الشعريه على البنيه الايقاعيه او البنيه الايقاعيه على الصور الشعريه ولكن مايمكن لكش تسبق الاساليب او لا تجيبها في الوسط اذا فالاساليب كتبقى اخر حاجه وانتم يعني من خلال الاسئله هني غتشوفوا اذا فهذا نموذج من الامتحان نعطوا فيه مع تحديد وظائفهما غندوز الى نموذج ديال الامتحان اخر باش تشوفوا ايضا يعني حتى هو حددوا لنا فيه الوظائف ديالها طلبوا منا الوظائف اذا شوفوا معايا هذا أه السؤال هذا السؤال الاول الثاني الثالث الرابع دائما هذا كيكون يعني في السؤال الرابع اذا رصد الخصائص الفنيه للنصي وتحديد وظائفها رصد الخصائص النصي وتحديد بالتركيز على البنيه ايقاعية والصور الشعريه اذا حتى هنا قالوا لنا البنيه الايقاعيه البنيه الايقاعيه والصور الشعريه اذا دابا غادي ندوز باش نوريكم شنو هي الوظيفه ديال هذه الخصائص الفنيه في كل من احياء النموذج وسؤال الذات وتكسير البنيه وتجديد الرؤيه اذا غادي ندوز باش ان شاء الله نشوفوا في, في اول حاجه غنشوفوها في احياء النموذج إذن وظائف الخصائص الفنية لإحياء النموذج إذا وظيفة الخصائص الفنية للقصيدة أي البنية الإيقاعية الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي والصور الشعرية والأساليب لن تلعب هذه الوظائف أدوارا مختلفة حسب كل تجربة شعرية سنحدد كل من وظيفة البنية الإيقاعية والصور الشعرية والأساليب في كل من تجربة إحياء النموذج وسؤال الذات وتكسير البنية وتجديد الرؤية اذا غنبداو باحياء النموذج اذا البنيه الايقاعيه شنو هي الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه في احياء النموذج اذا وظيفتها هي وظيفه جماليه وتاثيريه اذا اذا المصحح ملي كيكون كيصحح وفي حاله ما قالوا لكم حددوا لنا الوظيفه ديال البنيه الايقاعيه خاصو يلقى هذه الوظيفه ديالها هي وظيفه جماليه وتاثيريه أه مثلا كان باش كان مثلا كان نقول وقد ولد ذلك توازيا ايقاعيا توازن ايقاعيا منح النص طاقه ايقاعيه داخليه وادى وظيفه جماليه وتاثيريه مثلا ندوز الى الصور الشعريه الوظيفه ديال الصور الشعريه اذا وظيفتها بيانيه تزيينيه وجماليه اما الاساليب فوظيفتها وظيفه وظيفة الإفصاح عما يعبر عنه الشاعر هناك مثلا كأن قولة وقد أدت هذه الأساليب الإنشائية لا حسب واش إنشائية ولا خبرية وظيفة الإفصاح عن معاناة الشاعر كي لا يقول لي شنو الفرق بين الإنشائية والخبرية إن شاء الله غادي نحدد لها حلقة خاصة باش نشرح واش كنقصدوا بالاساليب الانشائيه واش كنقصدوا بالاساليب الخبريه ورا اعتقد ربما راني حددت لي رخصت لها فيديو راكم غادي تشوفوها في النص يعني في فيديو حللت فيه النص التطبيقي في اذا غادي ندوز الى وظائف الخصائص الفنيه لتجربه سؤال الذات اذا وظائف الخصائص الفنيه لتجربه سؤال الذات البنيه الايقاعيه اذا وظيفتها الكشف عن الحاله النفسيه للشاعر اذا كاين فيكم لا يقول لي تقرب نفس الوظائف لا 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 وظائف ديال البنيه مختلفه في سؤال الذات مختلفه على احياء النموذج ومثلا كان نقول يولد الايقاعان الخارجي والداخلي في النص بنية إيقاعية وموسيقية تكشف عن حالة الشاعر نفسه ومعاناته الوجدانية طبعا إلى إيه بغيتوا أنكم تزيدوا شي حاجة هنا؟ كتعبير أو لا إضافة يعني لهذا الشيء اللي فلا بأس بذلك. أه على مستوى الصور الشعرية إذن وظيفتها جمالية وتعبيرية في سؤال الذات، كأن نقول مثلا تؤدي الصور الشعرية في هذه القصيدة الشعرية وظيفة جمالية وتعبيرية. أما على مستوى الأساليب فالتعبير عن حالة الشاعر والإفصاح عن معاناته النفسية. اذا غندوز الى وظائف آه الخصائص الفنيه لتجربه تكسير البنيه وتجديد الرؤيه هادو عندهم تقريبا نفس الوظائف اذا فتكسير البنيه وجد الرؤيه البنيه الايقاعيه التناغم مع احاسيس الشاعر ودفقته الشعوريه هذا فيما يخص البنية الإيقاعية كأن نقول مثلا وقد ولد الإيقاعان الداخلي والخارجي في القصيدة بنية إيقاعية تتناغم مع انفعالات الشاعر وأحاسيسه ودفقته الشعورية أما على مستوى الصور الشعرية تؤدي الصورة الشعرية فاش في تجربة تكسير البنية وجد الرؤية وظيفة إيحائية تعبيرية أما على مستوى الأساليب الإفصاح عما يفكر فيه الشاعر إذا كما كتشوفوا معي الأساليب دائما خليتها هي الأخرى دائما هي الأخرى إذا هذا فيما يخص الوظائف ديال الخصائص الفنية ديال إحياء النموذج سؤال البنية على مستوى النص التطبيقي على مستوى النص التطبيقي ماشي نص نظري اذا كنتمنى على انكم تكونوا فهمتوا وتكونوا يعني تطبقوا هذه الاشياء اللي عطيتها لكم دابا وإلا كان شي تساؤل او لا كان شي غموض خليه لي في التعاليق رجاء خليه في التعاليق باش انا يعني نقرا السؤال ديالكم ونستطيع انني نجاوبكم في حاله ما او لا يعني في حاله ما انكم ما فهمتوش او لا بامكاني ان ندير حتى يعني فيديو اخر بطريقه اخرى باش يعني يفهم الجميع وكنتمنى على انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا على القناه اللي هي قناتكم قناه الحميدي الى الحلقه القادمه ان شاء الله